دلوقتي هنتكلم على لو ريليشن. دلوقتي احنا عرفنا ان الميدل اير كافيتي ده عباره عن غرفه او زي الاوضه او علبه الكبريت بس مايله شويه، بتتكون من ايه؟ من ستة وول. فانا عاوز اعرف كل وول ليه ريليشن معينه. احنا عرفنا من شويه ان التمبانيك كافيتي عباره عن ستة وول، اللي ناحيتي اللي هو اللاترال وول اللي هو مواجه للتمبانيك ممبرين، وناحيتكو اللي هو ده اللي هو الميديال وول، اللي وراه على طول اللي هو الانر اير، ومن قدام الانتيريور وول، ومن وراه البوستيريور وول، ومن فوق الروف اللي هو السطح، ومن تحت اللي هي الارضيه اللي هي الفلور. فانا عاوز اعرف الريليشن بتاع كل وول دون ايه الريليشن والاستراكشر المهمه اللي بيواجهها. ادي يعتبر الوول بس هو فردها، ادي الفلور الارضيه، وادي الميديال وول اللي ناحيتكو اللي هو مفروض وراه اللي هو الانر اير، وناحيتي اللي هو الخمس ده اللي هو اللاترال وول اللي مواجه للتمبانيك ممبرين او يشغله التمبانيك ممبرين، وادي الروف اللي هو السطح، وادي الانتيريور وول، وادي البوستيريور. هاخد اول حاجه اللاترال وول. انا اللاترال وول قايل لكم اللي هو ناحيتي، يعني اللي هو الحد الفاصل ما بين الاكسترنال اير والانر اير، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن التمبانيك ممبرين اللي هو يعتبر ده التمبانيك ممبرين. يعني اللاترال وول ريليشن ليه يعتبر التمبانيك ممبرين. وفي حاجه كمان اللي هي الجزء البون ده، لان احنا قايلين ان الميدل اير كلها يشغل الحيز ده، فبالتالي اللاترال وول الجزء اللي تحتاني ده اللي هو التمبانيك ممبرين، ومن فوق جزء من اللي هو التمبرال بون حاجه اسمها الاوتر اتيك ماس. نشوفها هنا اوضح، دي الاوتر اتيك ماس، اسمها اوتر لانها الجزء الخارجي من التمبانيك تمبرال بون، والاتيك لان انا قايل ايه؟ دي المدخل، اتيك يعني مدخل، احنا قايلين ان اتيك يعني مدخل، فدي اسمها الاوتر اتيك ماس في اللاترال وول. الاوتر اتيك ماس دي بتكون السكوينس بارت بتاع التمبرال بون اللي هي عباره عن الابر بارت في اللاترال وول بتاع التمبانيك كافيتي. التمبانيك كافيتي يبقى بيتكون من ايه؟ الريليشن بتاعه ايه؟ التمبانيك وول بيفصل ما بين التمبانيك كافيتي والاكسترنال اير، يعني ما بين الاكسترنال اير والميدل اير، بيشمله اللي هو التمبانيك ممبرين، ومن فوق الاوتر اتيك ماس، وبرده من تحت عادي اللي هو تمبرال بون، جزء من تمبرال بون، يعني تمبرال بون من فوق ومن تحت، وفي النص اللي هو التمبانيك ممبرين. الصورة دي احنا كنا خدناها عشان نعرف الكونتنت بتاع اللي هي الميدل اير. قلنا ان هي اهم كونتنت فيها اللي هو الاير واتنين مصل واتنين نيرف، الاتنين المصل اللي هم ايه؟ اللي هو التنسور تمباناي مصل الشكلها دي، والستابيدس مصل اللي موجودة في الاستيبس هنا، هو هنا مكبرة اهو موضحة في الشكل ده اللي هي الاستابيدس مصل، والاتنين نيرف فيه كورتا تمباناي نيرف وفيه تمبانيك بلكسس. نيجي هنا نشوف اللي هو التنسور تمباناي مصل. من الصورة اللي قدامنا جايه من قدام، يعني او عشان تمسك في المالوس، يعني جايه من المالوس طالعه لقدام، يعني معنى كده ان في الانتيريور وول بيشغله اللي هو التنسور تمبانال ماس بيمسك فيه، وفي نفس الوقت برضو في الانتيريور وول هنلاقي اوديتوري تيوب اللي هي الاوستيكيان تيوب. يبقى الانتيريور وول ريليشن بتاع لي تنسور تمبانال ماس والاوديتوري تيوب او الاوستيكيان تيوب، وفي نفس الوقت الانتيريور وول